كل سنة وحضرتك طيبة فخامة الرئيس. وأنا بصراحة بحمل العديد من الرسائل من أهلي من حلايب وشلتين وأبو رماد، وكلهم بيسلموا على حضرتك وبيقولوا لك كل سنة وحضرتك طيب. وأنا بصراحة يعني سعيد جدا بالدعوة الكريمة، كان لي حلم أنني أوقف قدام حضرتك، والله الحمد لله الحلم تحقق النهاردة. بصراحة يعني أنا مبسوط جدا بالحاجات الإيجابية اللي شفتها هنا في العاصمة الإدارية، وفخور بكل الإنجازات والمشروعات العظيمة اللي بتتم على أرض مصر. حفظك الله لمصر وطنا وشعبا يا فخامة الرئيس.